نسيان الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين هاجس الأهلي، وموت الموسم الطويلة بلغت أمتارها الأخيرة، وحسم البطولات بات يقرع الأبواب، وداعوا بطولة الكأس تعتبره جماهير الأهلي سلاحاً ذو حدين. فأما التعويض لحسم بطاقة التأهل وإعادة الابتسامة إلى المدرجات، وأما التخبط والتأثر في مواجهة الفريق الإيراني أهلي وتطلعات جماهير النادي الأهلي. هذا العاشق يدرك جيداً أن أوضاع فريقه على أتم الاستعداد للبطولة الآسيوية، ويعلم كذلك أن التاريخ يقف إلى جانبه في لقاءاته مع فريق تراكتور. فقبل الحديث عن التاريخ، لابد لنا من الخوض في تشكيلة ريبيروف المتوقعة ومدى جاهزية لاعبيه. فرغم غياب التونسي محمد بن عمر، إلا أن كافة الأوراق تبدو جاهزة لتقديم ما لديها، خاصة مع الاعتماد على المتألق ياسر المسيليم والأسترالي ميليغان ومعتز هوساوي خلف البرازيلي كلاديمير والقائد تيسير الجاسم، إضافة للمهاجم مهند عسيري.